السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ناخذ معنا سيدي جواد من بني ملال. سيدي جواد صباح النور. سيدي جواد. السلام عليكم سي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا سيدي وأطال الله في عمرك حتى تستفيد منك الأمة جمع إن شاء الله تعالى. الله يحييك سيدي جواد. مرحبا مرحبا سيدي جواد. الله يبارك فيك سي محمد. الله يجازيك بخير. واحد الأخت ديالي دابا عنده حل 20 عام ديال الزواج. ودابا الزوج ديالها تيعنفها ودابا هي بحال بغات نفاصل عليه دابا وعندها وليدات. كيفاش سيدي ممكن تعاود الله يخليك ممكن تعاود باش نتبع معاك مزيان؟ قلت لك واحد الأخت ديالي سي محمد دابا عندها 20 عام ديال الزواج ودابا الزوج ديالها تيعنفها بزاف يعني الشتم السبان يوميا. دابا هي بغات نفاصل عليه وبحال قالت لك زعما شي يقول شكرا الله فهاد الشيء انا ربما ارتكب شي خطأ ولا هذا ولكن هي هو تعنفها بزاف اخا سي محمد يعني فهمتي ما كاينش ذاك الحقوق الزوجيه لا ماديه ولا معنويه ولو ان الماديات بيد الله سبحانه وتعالى ولكن الانسان تيتعدى عليها بزاف فهمت. والماديات بيد الله سبحانه وتعالى هو قل ان الامر كله بيد الله واضح الامر كله بيد الله سبحانه وتعالى. هناك مسؤوليه ينبغي ان يتحملها الرجل اوجبها عليه الله سبحانه وتعالى ان ينفق من سعته. قال الله تعالى لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. اذا الى جانب المسؤوليه الماديه ينبغي ان تكون العشره بالمعروف. ما عندناش حنا في المغرب العنف بالمعروف. عندنا العنف هذا بالمنكر ماشي المعروف. المعروف اي الذي تعارف عليه اهل الفضل واهل الخير. يعني الاكرام لهذه المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان المرأة لا ينبغي لها ان تسأل الطلاق. تفقين سيدي جواد؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة انت ما تطلبش الطلاق. الا إيه كان عندك عذر. مزيان. المرأة اللي كتطلب الطلاق وما عندهاش عذر هذه ما غاديش تدخل الجنة ما غاديش تشم ريحة الجنة. هي اخو سي محمد اسمح لي قاطعك شرف الله قدرك. هي دابا هي المشكل ديالها دابا هي ما عايشاش مرتاحه يعني يوميا. هاني جيك اسي جواد ليسعني حلمك. هاني جيك يبقى معايا بقى معايا ما غاديش نتفرق معاك ان شاء الله حتى تدي الجواب ان شاء الله تكون مرتاح ان شاء الله بحول الله. رايك فاشنا هو العذر اللي بيخلي المراه تطلب الطلاق؟ مزيان. نعم. قال الفقهاء كان يسبها او ان يسب والديها. ديما هادو واضح ديما. شوف دابا الفقهاء شنو قالوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لك المراه ما خصهاش تطلب الطلاق حرام عليها الجنه الا طلبت الطلاق اللي غير عذر. اذا شنو هو العذر اللي غادي يخلي هذه المراه يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انها تطلب الطلاق بمعنى طيب. انها هي من حقها انها يعني تحبس هذا الزواج تمشي تخلع نفسها عند القاضي. هذا كيتسمى الخلع. على خلاف بين الفقهاء هل الخلع طلاق او هو فسخ عقد. هذا امر ان شاء الله نعود نوضحه مزيان للناس يوضح لهم. لكن الشاهد عندي هو ان المرأة اذا كانت تهان بان يسب والدها بحال هذيك الكلمات ديال بين قوسين دين امك ودين باك الى غير ذلك هذا مسوغ شرعي انها تفرق مع هذاك الرجل. علاش؟ لان الزواج ضروري فيه من 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 من, من الكرامه. واش هي تزوجات باش ترتاح ولا تزوجات باش تولي الصباح يعني توصف بالحماره وفي المساء توصف بالكلبه وفي الليل توصف بالفاسقه وهذا الكلام اللي كنسمعوه واضح. شي مالها جينا سي محمد خويا سي ديما شي صباح وعشيه وحال القضيه خويا سي محمد هي رمضان هي ما تكونش ديما رمضان الخاطره ديما رمضان خلاص رمضان يضحك عند رمضان صافي بحال قلتي تضحك عند المؤمنين والناس تيفرحوا ولا ذاك الشهريات قلبتي كحل علاش صافي ذاك رمضان تدوزو ديما هي كحل وشي امور خاص محمد يعني باش نجيك من الاخر هاد الزوج يعني بحال قلتي تيتبعد على الطريق ديال الله سبحانه وتعالى يطلب شي امور اللي حرم الله شرعا ودينيا تيغضب عليها الله سبحانه وتعالى
هو هذا الزوج في اليومين هذا. شوف أسدي شواز، أنا ما بغيتكش الآن تكون تتقلب على الجواب أو على المسوغ ديال الطلاق ديال الأخت ديالك. واضح الأخت ديالك هي أدرى بأمورها. إذا كانت هذيك السيدة ما مرتاحاش نهائيا وبلها باللي العشرة مستحيلة، راه خصها ترتاح. لا لا ما مرتاحش قلت سمعوني. لكن أسدي جواد شنو بغيتك أنا؟ أنا بغيتك تدير واحد، أنا بغيتك تدير واحد الخطوة أعظم من هذه عند الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لما تنقول الإصلاح بين الناس، هو أسدي جواد ما فيها بس أنك تعيط على هذاك الزوج اللي هو النسب ديالك، تهلا فيه، كرمه، جلس معه، قول لي خويا، أنت راك خويا وهذيك أختي، شنو ضرك؟ شنو ضرك في زواجك؟ راني عرفت باللي عندك مشاكل في زواجك، شنو ضرك في زواجك؟ وخليه يهضر، خليه يهضر 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 يهضر، وانت قيد هذوك الكلمات. واضح؟ نعم. هذوك الكلمات ضرني هادي وهادي وهادي وهادي. احتسالي، قول لي انا كنوعدك سيد الكريم باللي هاد المسائل اللي كتكلم عليها الا كانت بانت لك انت منطقيه السي جواد، قول لي كنوعدك انا ما غاديش تبقى في زواجك، انا غنهضر مع الاخت ديالي، الا كانت مقصره في هاد الامور اللي كتقول انا غنحيدها لك. واضح؟ بغيتك ترتاح، انت بغيتك ترتاح. واخا، ولكن واحد القضية أسيدي أخويا، قول لي الزوجة ديالك اللي هي أختي رها مضرورة في زواجها، مضرورة بهادي وبهادي وبهادي وبهادي، مضرورة بالسب. الشخص ناقصنا معاه بزاف، راه دابا شحال راه عندها 20 عام ديال الزواج. أنا شي اللي قلتي أنت درنا درتو، أنا درت الوالدة، دار الوالد، ناقصنا معاه، ريحنا معاه، ولكن هو في عالي بحال داكشي تناقشتي معاه اليوم على السيمانة تبخر داك الشيء، تيرجع ديك الطاقه ديالو، تيفرج ديك الطاقه ديالو، فهمتي؟ صافي. نعم. بحال اللي نسى داكش. على كل، انا سيدي جواد انا عطيتك هي واحد النموذج. اي خاص من دار فاش قلت واكيد انه كاين مشكل. انا الذي اؤمن به هو ان ممكن الانسان ينصالح، احنا بشر ممكن اننا نصالحوا. هذا 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 خصك تكون، خصك يكون عندك مبدا في حياتك سيدي جواد. ممكن اي واحد يغلط ياك، خصوصا كنتكلموا على الحياه الزوجيه، راه من السهل انك تريئه، من السهل انهم يتفرقوا. واضح؟ ولكن صعب هو البناء. يعني واش هذا الرجل يعني قد ايس منه الناس كلهم انه يتغير؟ لا، ممكن يتغير، ممكن اكيد ان 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 انه 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 يقدر شي واحد يقدر يطيح ليه. كي تنقولوا حنا على صورته باش يستوعب مزيان انه راه ما من حقوش نهائيا انه يحل المشكل مع الزوجه ديالو بالانفجار. واضح؟ وانه يخليها حرب اهليه، يعني ربما الحرب اللي وقع الان يعني في الاسره ديالو اقدم من الحرب في لبنان واقدم من الحرب في العراق. عندك سؤال. واضح؟ قبل ما تكون الحرب في العراق هو وقع عنده الحرب في الدار، نيم تلمو عند بزا والمخصمه والولاد مره هما تيبكيو مع هادو، مره حتى الجيران ما سلكوش، ولكن ما سلكوش حتى الطلقان يتي تم داخل الدار، الطلقان تيهضروا بيناتهم المخاد، ها هو دخل الله يحط السلامه، عاوتاني ما كاينين الزفان. واضح؟ اكيد الحل هذا الشيء، ماشي ما كاينش ليه الحل، غير هو واش حنا عندنا الاراده اننا نقلبوا على الحل ولا لا. إلى 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 كانت عندنا الإرادة كما قال الله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أنا ضد كلمة صبر. أنا نقول لك أسدي جواد، أنا ما نبغيش المرأة تصبر في الزواج، وما نبغيش الرجل يصبر. أنا ضد أن شي واحد يقول شي زوج ولا زوجة خصك تصبري، هذه ما كيناش. أي حلقة ما تزوجت هذيك السيدة من أجل أنها تصبر، تزوجت من أجل أنها ترتاح، وحتى هو تزوج من أجل أنه يرتاح. إما أننا نحل المشكل ديالنا أسدي جواد ياك، نقفوا على حقيقه المشكل، نقعوا على حقيقه الصدام فين كاين ونحلوه، والا فالصبر راه ليس هو الحل ابدا. عاد يا خويا نعم. غنقول لك غنختم بها ان شاء الله، وطولت عليك. الموده، هذيك اللعبه ديال الموده والرحمه، ما عندناش هما عندهم. اش قلتي؟ هذيك اللعبه ديال الموده والرحمه، قلت لك زعما هذيك القضيه ديال الموده والرحمه اللي قال الله سبحانه وتعالى. نعم. استسمح لي الصياغ اللي قلت. لا ماشي مشكل اسدي جواد، خذ راحتك. غير هي نعم. القضيه ديال الموده والرحمه. الانسان هما كون تيعرفوا غير ديك الاحاديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم، انا خيركم لاهلي وخيركم كما ذاك الحديث، راه ما كايناش هما عندهم. اسدي جواد راه من السهل اننا نبداو نقراو الايات ونقراو الاحاديث على الناس.
ولكن راه الفقه ديال هاد الاحاديث راه ما كيوصلش الناس. مثلا الله لما قال وجعل بينكم مودة ورحمة، او لما قال لتسكنوا اليها، فهموا هذه السكينة. كيفاش غادي نحصل انا على السكينة هذه المودة؟ كيفاش غادي نحافظ على هاد المودة؟ خصك تعرف سيد الكريم باللي الزواج لما كيبدا راه تيبدا عن حب. اكيد كانت المودة واكيد كان الحب، ولكن شنو وقع حتى ما بقاتش هاد المودة؟ شنو وقع حتى ما بقاتش هاد الرحمة؟ واضح هنا الاشكال. هذا هو فقه الآية. أننا نجيو حنا ونقولوا للناس الآية القرآنية تقول كذا وكذا وكذا على الراس والعين، ولكن راه الفهم تاع الآية راه ما كاينش. بحال كنعطيهم واحد الكنز ولكن ما عرفوش كيفاش يستخدموه، بحال عطيناهم واحد شيك فيه مليار ولكن ما قلنا لهمش اش من بنك غادي يمشيو يصرفوه. ياك واضح سيدي اسدي جواد؟ اذا انا ان شاء الله نتمنى انك تصنت لي عبر الاثير. اسمعوا نجي واحد الدعوه للوالده، الوالد ارى استماع، الله يجازيك بخير. واخا سيدي جواد، واجب سيدي واجب، الوالدين هما الاولين. اسال الله تعالى ان يحفظهم لك سيد الكريم، وان يرزقهم وان يمتعهم بالصحه والعافيه، وان تقر عينك بوجودهما، وان تقر عينهما بابنائهم وابناء ابنائهم. نسال الله تعالى يشوفوا هذيك البنيه ديالتهم اللي هي مسكينه وقع لها هذا المشكل وتهان، نسال الله تعالى يشوفوها قد انصلح حالها وارتاحت وعاشت حياه فيها رغد وفيها يسر بعيدا عن الضنك وعن كل ما يسيء اليها يا رب العالمين. سيد الكريم، وهذا سؤال مهم نطرحه للاحباب الكرام. الزوجين كيتزوجوا عن حب وتكون بينهما المودة وتكون بينهما الرحمة، ولكن شنو كيوقع حتى تذبل هذه العلاقة وما كتبقاش هذيك المودة وما كتبقاش هذيك الرحمة؟ سيد الكريم، الجواب هو أن الرجل من دوار الرجال والمرأة من دوار العيالات. الرجل عنده تفكيره، عنده احتياجته، عنده تصوره، مختلف تماما على تفكير المرأة واحتياج المرأة وتصور المرأة واهتمام المرأة. ولغة الرجل تختلف تماما عن لغة المرأة. فكانت بينهما المودة والمحبة قبل أن يكون هناك حياة زوجية. لما عاش الحياة الزوجية في بيت واحد ظهرت وطفت إلى السطح الاختلافات في التصورات، الاختلافات في الاهتمامات، الاختلافات في الاحتياجات، الاختلافات في اللغة، وبالتالي ظهرت المشاكل. ما عرفوش كيفاش يقدوا أمورهم، يعني ما عرفوش كيفاش يتفاهموا، ولأنه ما كينش تفاهم وبجوجهم في الدار ما مرتاحينش. إذن شنو غادي يوقع؟ غادي يبدأ التوتر، والتوتر غادي تكبر. ففي هذه الحالة هذه الزواج يمر من مرحلة الحماس إلى مرحلة الركود، ثم إلى مرحلة الإحباط، ثم إلى مرحلة البلادة. أنا كنسميها مرحلة البلادة، وهي آخر مرحلة في الزواج الفاشل. علاش سميتها مرحلة البلادة؟ لأن كل واحد كيولي كيعتقد باللي عنده المسوغ الشرعي أنه يهين الآخر وأنه يتصرف تصرفات لا إنسانية، وهذه هي البلادة. علاش؟ لأنه هو ما يبغيش الأخت ديالو أنها تسب، ما يبغيش الأخت ديالو أنها تحرم من المصروف، ما يبغيش الأخت ديالو أنها تهان، وكذلك هي ما تبغيش الولد ديالها أنه يتعدى على 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 شي بنت الناس، ما تبغيش الولد ديالها أنه يتكرفس على بنت الناس، وكذلك ما تبغيش بنتها أنها تكون سبب في تعاسة واحد الإنسان. فهاد الأمور تكونوا تعرفوها ومع ذلك تولوا كيتبلدوا كيتغابوا وسط هذيك الأسرة، بحيث أننا كنسمعوا بحال هادشي اللي سمعنا منك أسدي جواد أنهم كيوصلوا لمرحلة السب والشتم. 20 سنة كدوز دازت كلها ضنك، ما عاشوا مسكن الحياة الطيبة، ما عاشوا المودة، ما عاشوا الرحمة، ولو استقبلوا من أمورهم ما استدبروا فيها لكانوا عاشوا هاد 20 عام بخير وعلى خير. لأن الزواج راه الله سبحانه وتعالى راه حط ليه مواصفات، قال لك تزوجوا، وها خاص يكون فيك انت ايها الرجل، وها خاص يكون فيك انت ايتها المراه. مع الاسف سيدي جواد ان هادشي كاين في كتبنا
وما قدرناش نوصلوه للناس، او ما قدرناش نقطفوا هذوك الثمار من كتبنا ومن تراثنا. وفي نفس الوقت ما بغيناش نمشيو نستافدوا من عند الناس اللي هما نصارى، اللي هما في اوروبا واللي هما في امريكا وفي اسيا، اللي اجتهدوا حتى هما واعملوا عقولهم واستطاعوا انهم يحطوا قواعد من اجل انجاح الزواج. فما خدينا من عند هاد الناس اللي هما قارين، ما خدينا من ديننا ومن تراثنا، ما خدينا من اعرافنا. على في الاعراف ديالنا حنا المراه كتسب، على في الاعراف ديالنا حنا المراه كتبقى بلا عشي بيتها راجل بلا عشاء. هادشي ما كاينش عندنا في اعرافنا وفي تقاليدنا. حنا المغاربه كنعتبروا المراه عيب من صغرها، من صغرها تيقول لك عيب ان البنت تبقى تبات بلا عشاء. الولد ماشي مشكل، ولكن البنت عيب تبقى تبات بلا عشاء. هادشي كنعرفوه، والدينا كيعرفوه، وكنسمعوا والدينا كيقولوا هاد الكلام. فهي باقي في دار والديها، خصها تكون مكرمه ومعززه هذيك البنيه. علاش؟ لانها انثى، لانها بنت، عندها واحد المكانه. البنت المغربيه من صغرها قبل ما تولي امراه هي معززه ومكرمه ومشرفه. فلما تمشي للدار، لدار رجلها، خصها تخرج من دار والديها وتمشي لدارها. وقرنا في بيوت كنا، قال الله تعالى ما قالش وقرنا في بيوت ازواج كنا، تقول لك مول الدار. الا راه هي راه مولات الدار، ماشي مول الدار. هاد مول الدار يلا ولات كتقال، كانت كتقال مولات الدار مصداقا لقوله تعالى وقرنا في بيوت كنا، ما قالش وقرنا في بيوت ازواج كنا. واضح؟ تمشي لدارها معززه مكرمه. بل وامر الله سبحانه وتعالى ان يكون للرجال عليهن درجه. ولما سئل ابن عباس رضي الله عن هذه الدرجه التي للرجال على النساء، قال هي درجه الحلم والعلم، هي درجة الصفح والحلم والعلم. هكذا فسرها ابن عباس رضي الله عنه. وللرجال عليهن درجة. أنا الأول لما كنت نقرأ هذه الآية وللرجال عليهن درجة، كنت كنعتقد باللي هذه الدرجة هي القراد، القراد، أن الرجل زيد في القراد على المرأة. فلما يسر الله تعالى الوقوف على تفسيرها، وأنا صغير يعني بقي في عمري 14 سنة، وقرأت كلام ابن عباس صدمني هذا الكلام، ولأنه صدمني بقيت عاقل عليه. ذكر الطبري رحمه الله تفسيره أن الدرجة هي ماذا؟ هي درجة الصفح والحلم والعلم، أن الرجل ينبغي أن يكون أكثر حلما وأكثر صفحا على هذه المرأة. هذه المرأة المغربية، وهكذا نشأت، وهكذا ينبغي أن تنشأ. فلا أعرفنا ولا ديننا ولا العلوم الإنسانية كلها يعني لو روعيت لكان زواج المغاربة يعني ما فيه لا هذا السب ولا الشتم ولا تشي حاجة. لكن سيد الكريم، الذي يحزنني أن أشاركك وأشارك المستمع الكرام أن الدراسات كتقول بلي الزواج الفاشل ماشي أحيانا تكون سببه اختلاف الطبائع، ولكن أن أحد الطرفين يعاني من اضطرابات نفسية، أن أحد الطرفين خصو يمشي يتعالج هو الأول قبل ما يمشي يتزوج، قبل ما يمشي يتزوج. فتجد الرجل قد يكون عنده اضطراب النرجسية، أو تجد المرأة عندها مثلا اضطراب الشخصية المثالية بيرفكسيونيست. احنا كنعرفوا البيرفكسيونيزم، أن اللي بيعيش معاه واحد الإنسان اللي هو عنده اضطراب الشخصية المثالية ما يقدرش يعيش. علاش؟ لانه مطلوب منه انه يكون في مرحله الكمال، وان كل ما يقدمه في بيته من مجهود بالنسبه الى الطرف الاخر هذا هو الشيء العادي، هو الشيء العادي، وانه لا يقدر كل ما يقوم به من اجل يعني اسعاده ومن اجل يعني انجاح هذه العلاقه. او حينما نجد مثلا احد الطرفين عنده اضطراب الشخصيه السيكوباتيه، او عنده يعني النرجسية، ما عرفتش قلتها ولا لا، فكيفاش هذا الإنسان هذا هو ليس بسوي؟ احنا كنعرفوا الاضطراب أن موله لا يعي بتصرفاته بسلوكه غير الطبيعي، وكيبان ليه راسو بلي هو إنسان طبيعي، فكيفاش غادي تستقم الحياة؟ وكيفاش انت غادي تجي عند واحد الإنسان اللي هو سيكوباتي وغتقول ليه بلي راك انت غالط؟ ما يقبلش أن كلمة انت غالط، ما يقبلهاش أصلا، ويتقن لعب دور الضحية. والحقيقة يتفادها إذا كانت ضد يتفادها،
فلذلك أحبابي الكرام ينبغي علينا أن 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 نتمسك في لما ندخلوا لهذا الزواج أننا نتمسكوا فيه بجدية ونتواضعوا وما نبقاوش نثقوا في عقولنا ونثقوا في تصرفاتنا ويجينا سهل أننا نتهموا الطرف الآخر باللي غلط وباللي ظالم. واضح؟ طيب أي عذر عند هذا الرجل اللي هو تيسب وتيعاير وتيقول دين أمك ودين باك؟ أش من عذر عنده عند الله سبحانه وتعالى؟ أقول لك لا عصبتني، لنفترض أنها عصبتك حتى عصبتك. طيب واش من حقك أنك تعالج أو أنك ترد بالسب والشتم؟ لا أبدا، ما عندك حتى شي عذر أمام الله سبحانه وتعالى. فالأمر طبعا لا شك أنه يعني يحتاج إلى مزيد من التوضيح والكلام في هذا الموضوع، يعني كلام ذو أشجان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين القلوب، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال. نسأل الله تعالى لكل زوجين أن يعيشا في بركة وفي خير وفي تيسير، وأن يبعد عنهم كل شر. ولذلك أحبابي الكرام، لكل نصيحتي لكل مقبل على الزواج، ما تعتمدش فقط على المخزون الثقافي اللي عندك، مجرد ما تعرفه أنت على 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 الزواج، داكشي اللي خديتي على والديك واللي شفتي واللي لا أبدا، قرأ شي شوية، ما فيها بس أننا نقرأه. والحمد لله هناك كتب كثيرة كتبها المغاربة وكتبها الأوروبيون ومترجمة حتى اللغة العربية، حتى اللي ما تقرأش لا يتقن اللغات الأجنبية ممكن يقرأ كتب يعني باللغة العربية في هذا الباب. لما كنسمع واحد المرة كنقرأ يعني في ترجمة أحد المشهورين، وهذا ممثل في هوليود أمريكي مشهور، وكيحكي أنه لما وقعت له مشكلته مشكلة مع زوجته وكانوا موشكين على الطلاق وهو كيبغي زوجة دياله ووقف على الطلاق، قالك فعكف على قراءة الكتب في الإرشاد الزواجي مدة 3 أشهر، قرأ فيها 50 كتابا، 50 كتاب قرأها في 3 شهور، يعرف كيفاش تتعامل مع المرأة، كيفاش تفهم المرأة، كيفاش تتجنب المشاكل مع المرأة، كيفاش تخلي دارك فيها الراحة، كيفاش تكون المودة والرحمة. 50 كتاب في 3 شهور. شوفوا الناس كيفاش كينظروا للزواج وكيفاش عاطينه هاد القيمة. ما تيقولش وانا في عمري 25 عام، انا عرفت، انا ذكي، انا عرفت نحل المشاكل. لا، راه عرفتها، كنعرفها 6 شهور، راني انا وياس من عسل، انا غنعيش معها السعادة. والله انت غادي تصدم، وغتلقى هذاك الشخص اللي انت كتبغيه، داك الشخص اللي انت حبيتيه من قلبك، غتلقاه تيعاني معك. علاش؟ لانك انت ما مشيتيش تقف نفسك. الطوموبيل اللي بغيتي تركبها خصك البيرمي، الزواج اللي هو اهم من الطوموبيل، تسوقو بلا بيرمي بلا رخصه. اشن هي الرخصه؟ وان الانسان يمشي يقرا ويتقى الله سبحانه وتعالى، لان تقوى الله تعالى غتخليك انك تكون رحيم بهذوك الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.